الناس الحلوة سيئة. يا سيدي يا جمال وماله الضغط كتير علي، ما تقرب مني حبة أنا لسه شوية حبة. طب وحياة المحبة وجيت جيت جنبي خلاص خليك. الغزالة رايقة والناس الحلوة سيئة. يا سيدي يا جمال وماله الضغط كتير علي، ما تقرب مني حبة أنا لسه شوية حبة. طب وحياة المحبة وجيت جيت جنبي خلاص خليك. الله عليك يا أغنية. بقى يلعبوا معاك اهو. لا دول حبايبي، دول زي عيالي بالظبط. يا ماما ده طيب زي بابا وانا شكلي احبه زي بابا. ربنا يخليك يا امنيه، وهي بدل لعبت معاك يبقى حبتك خلاص. لا هم زي العسل والله. ربنا يخليكوا. ربنا السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا عم، الف مبروك. ربنا يخليك يا حبيبتي. ازيك يا محمد؟ ازيك يا ندى؟ الحمد لله الف مبروك. الله يبارك فيك. بناتك دول؟ يا حبيبتي ربنا يخليهم لي. نورتي وشرفتي والله يا ندى. ربنا يخليك. ربنا يخليك. اروح اعمل لكم حاجه تشربوها. لا ما تتعبيش نفسك، مش عاوز اي حاجه. لا لا والله ازاي ده واجب. لا ازاي. تعالى يا محمد عاوزك في كلمتين. خلاص العبوا انتوا وانا هتكلم معاها. ماشي. في ايه رايكم نعمل تحدي؟ ماشي. اخر ماشي. واحد يخرج من الدايره دي. ماشي. في يا ندى، الف مبروك على الجوازه يا محمد. الله يبارك فيكي. ما عزمتنيش يعني. والله احنا كتبنا كتب الكتاب وجينا على طول. هو جوزها طلقها ليه؟ عشان خلفتها كلها بنات. الفيلا دي بتاعتها؟ جوزها كاتبها لها باسمها. ايوه حلوه وواسعه. جميله. بص يا محمد، عاوزك تبيع الفيلا دي. ابيع ايه؟ الفيلا دي. ابيعها ليه؟ واشتري شقه صغيره على قدكم، واشتري محل، وافتحوا موبايلات، وجيب لك عربيه. امتحانها شوفها هتوافق ولا لا. بس كده هي هتفهمني غلط. لا مش هتفهمك غلط، لو بتحبك هتوافق، مش بتحبك مش هتوافق. فكر في الموضوع يا محمد، ما ينفعش تعيش مع واحدة ست والبيت باسمها، لازم يكون باسمك انت. انت لعبتلي في دماغي. لازم تكون الشقة باسمك والمحل باسمك. انت ليه تتجوز واحده بتلات بنات؟ انت ناقصك ايد ولا رجل؟ انت المفروض تتجوز واحده برنسيسه، مش متجوز لي واحده متجوزه قبل كده ومعاها تلات بنات. ومالهم البنات؟ انت بتقول جوزها طلعها عشان معاها تلات بنات يا محمد، وانت كمان في السكه هتجيب تلات بنات تانيين، هتصرف عليهم كلهم منين دول؟ انت بتاخد كام في المحل اللي انت بتشتغل فيه؟ 100 جنيه في اليوم. و 100 جنيه دي هتاكلهم؟ لا. فكر في الموضوع اللي انا قلت لك عليه يا محمد، انا خايفه على مصلحتك، انا اختك. خلاص سيبيني افكر. ماشي يا محمد انا همشي. طب استني اشرب الشاي. ما ينفعش يا محمد اشرب الشاي في شقتك اللي باسمك. ما ينفعش اقعد هنا واشرب حاجه والفيلا باسمها هي. مع السلامه يا محمد. فين كده ليه؟ يا ماما احنا عاملين تحدي، اخر شخص هيخرج من الدايره. ومين اللي هتكسب؟ انا. لا انا. اللي هتكسب بقى ليها عندي مفاجاه. ماشي يا ماشي. ماشي كملوا يلا. انا اللي هكسب. لا انا. لا انا اللي هكسب. فين ندى يا محمد؟ راحت مشوار. تزعلتها ولا ايه؟ لا لا تعالى عايزك في موضوع. تعالى. بقول لك ايه يا قولي يا محمد. انا جات لي فكره حلوه قوي. قولي يا حبيبي اللي انت عايزه. ايه رايك لو احنا بعنا الفيلا واشتريت شقة صغيرة وفتحت محل موبايلات؟ بعنا الفيلا؟ شغال عند الناس باخد 100 جنيه في اليوم، نفتحوا محل. ايه الكلام الجديد ده؟ بصراحة هو كلام اختي. بص يا محمد انا عايزة اقول لك على حاجة. ابوهم مش مخلي البنات عايزين حاجة. اكلهم وشربهم ولبسهم وكل حاجة ابوهم بيبعتها لهم. صح ولا مش صح؟ صح. ال 100 جنيه دي على قدي انا وانت. وانا الحمد لله راضيه، ولا عمري قلت لك انا عايزه حاجه، ولا هشيلك عمري حاجه فوق طاقتك. انت بتحبيني ولا ما بتحبينيش يا محمد؟ انت عارف ان انا اتجوزتك عشان بحبك، بس انا الفيلا دي باسمي، بس هي بتاعت البنات. انا ما اقدرش اخون الامانه اللي باباهم مسلمها لي وباعها. وبعدين البنات طول عمرهم عايشين في المستوى ده. انا
انا على اخر الزمن اجي عايشه في مستوى اقل من مستواهم؟ لا ما انا كمان هعيشه في نفس المستوى. ازاي يعني؟ البنات بيصحوا الصبح عايزين يلعبوا في الجنينه ويتمشوا ويلعبوا بالعجل بتاعهم وحاجات، هناخد شقه هلعبهم بكل ده فين؟ يا انت ما بتحبنيش محمد. اختك دي بصراحه من جواها نيتها مش صافيه خالص. فاكر برضو زمان لما جينا نتجوز هي اللي وقفتني في الجوازه يا محمد؟ لا ده كده كلام اختي صح. كلام اختك صح؟ ايه هو بقى كلام اختك؟ قالت لي امتحانها، قالت لي لو بعت الفيلا تبقى بتحبك. هو انا لما بعتش الفيلا يا محمد ما بقاش بحبك يا محمد؟ اه. هو ده اخر الكلام معاك يعني يا محمد؟ انا رايح الشغل. ايه يا محمد عملت ايه؟ كلامك كله طلع صح. ما انا عارفه برضه ما رضيتش تبيع الفيلا. عارفه ان هي هتعمل كده، اصل ايه انا عجناها وخبزاها وعارفه هي هتفكر في ايه، خايفه على عيالها طبعا صح. طب قولي لي اعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هقول لك انا تعمل ايه. بص انا جايبه لك الوش ده هتخوف بيه العيال. اتفضل كده. اخوف بيه مين؟ العيال بناتها. طب العيال ذنبهم ايه؟ ده على الغلابه. غلابه؟ والله انت اللي غلبان. بص يا محمد، اول ما تخوف بيه عيالها هي هتخاف وتيجي تجري عليك تقول لك يا محمد العيال شافوا عفاريت في البيت وانا خايفه. اعمل ايه؟ قول لها ما انا قلت لك نبيعوا البيت وهتبيع لك الفيلا وهتشتري الشقه والمحل الموبايلات والعربيه. انا خايفه على مصلحتك، انا اختك حبيبتك. والله انت شيطانه. شيطانه عشان خايفه على مصلحتك؟ اتفضل يا محمد. بس عاوز اقولك على حاجه، لما الدنيا تتظبط معاك كده بظبطني، انا اختك حبيبتك برضو. حاضر ماشي. انا خايفه عليك يا محمد. تعرف يا محمد لو جوزها قال لها انا عاوز ارجع لك الصبح هتسيبك وتروح ترجع له، عارف ليه؟ ليه؟ جوزها بيوديها النوادي وبيجيب لها عربيات وتروح مصيف هنا ومصيف هنا وعز، اما انت مفيش كل ده، هتروح لجوزها طبعا. فكر يا محمد. عندك حق. ماشي يا حبيبي. الفيلا دي بتاعتنا، امشوا من هنا احسن لكم. ده لسه اخواتي لما يجوا مش هيسيبوكم. الفيلا دي بتاعتنا ولو شفتك هنا تاني. البيت ده بتاعنا، ابوك الحرامي صاحب الدم. فهمت يا مسمار؟ فهمت يا بابا. ركز معايا. ماشي يا محمود. في ايه يا حبايبي؟ انا يا محمود. في ايه مالكم؟ انا لقيت عفريت في البراند. عفريت؟ وانا يا ام محمود طلع لي عفريت في البلكونه. وانا يا عم محمود كنت بلعب في الجنينه طلع لي عفريت. يا نهار ابيض. وانا يا بابا طلع لي عفريت وانا في الحمام. طلع عفريت يا مسمار. كان ممكن يمسمرني في الحمام. يا نهار ابيض. لا انا اخر الشهر ده هقعد فلوسي ويا فكيك وهخلع عفريت. لا 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 لا. فين امك يا حبيبتي؟ ماما راحت تشتري حاجات من السوبر ماركت. راحت تشتري حاجات؟ طب فين جوز امك؟ جوز ماما في الشغل. من انا خايف. طب اقول لك على حاجه. احنا انا مش قادر امشي من هنا. لا خش استنى امك جوه. لا 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 انا خايف والله. بس عاوز اقول لك على حاجه،
لازم تقولي لامك تبيع البيت دوت، ده في عفاريت لازم تقولي لها كده. ماشي لازم تقولي لها كده يا بنات. حاضر يا ابو محمود. يا نهار ابيض عفريت، انا خايف على مسمار ابني. حبيبي يابا. ما تخافش يا مسمار، انا خايف على مسمار. لا يا حبايبي ما تخافوش، خليكم واقفين معايا هنا. اوعى يا بنات حد يجي جنب القطه دي. ليه؟ ممكن تبقى حفريت وعامل نفسه قطه. ايه؟ ايوه بجد قطه. ايه يا حبيبي؟ بصوا عامله ازاي؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ في ايه؟ يا ماما يا ماما يا بنات معاكم يا ماما. ماما في ايه؟ بس بالراحه اهدي ماما. العفريت طلع لي يا ماما. يا ماما انا خايفه من العفريت قوي يا ماما. في عفريت جوه يا ماما. في عفريت انا طلع لي عفريت في البلكونه يا ماما. طلع لي عفريت وانا بلعب في الجنينه. اهدوا. طب في ايه يا عم محمود؟ والله يا ماما منين اخر الشهر ليا الشهر الاول. ليه في ايه بس يا عم محمود كل ده؟ مش هو ابني طلع له عفريت ممكن يحصل له حاجه. انا ما حلتيش غيره والله. والله ما حلت غيره. انت من انتوا موضوع العفريت ده يا عم محمود؟ مش عارف انا مرعوب من ان احنا قاعدين هنا من امبارح بالليل مرعوب خايف. ما تخافوش يا حبيبي. لا لا يا ام امنيه مفيش حاجه. ما تخافوش. احنا هنقعد هنا لغايه اخر الشهر يا ام امنيه. في حاجه غلط. في حاجه غلط جوه. من انت يا عم محمود موضوع العفريت ده يعني؟ يا عم في حاجه غلط جوه مش قادر ادخل جوه. ما تقلقوش يا بنات ما تقلقوش. ما تخافوش ما تخافوش. انا خايفه قوي يا ماما. ما تخافوش يا حبايبي. ما تخافوش. انا خايفه يا ماما. لا ما تخافوش مفيش حاجه مفيش حاجه. يا ماما النبي مش عارفه ادخل جوه تاني يا ماما. ماما بيعي الفيلا دي يا ماما النبي عشان خاطري. بيعيها يا ماما احنا مش هنقعد فيها يا ماما. ماشي يا حبيبتي بس طيب خالص. خوفي على عيالك حطهم في عينيك. انا خايف يحصل لهم حاجه والله. نهار ابيض. والنبي يا بابا اقعد سيبني. ما تخافش يا ماما. طلع عفريت تاني في الحمام. ما تخافش يا حبيبي مش داخلين جوه تاني يا حبيبي. يلا انا هبعتك البلد النهارده هركبك واطلعك على البلد على طول. ما تخافش. ما تخافش. ما قلتيش غير ولا انا اقف بره. تعالى يا مسمار تعالى. احنا خايفين. ما تخافش يا مسمار. ما تخافش يا مسمار. بس يا بنات ما تخافش يا مسمار. بس ما تخافوش يا حبايبي. بس ما تخافش يا حبيبي. ما تخافش يا مسمار يا حبيبي. ما تخافش. ما تخافش يا مسمار. ما تخافش. يا ماما خايف. ايه عفريت شكله؟ يا محمود. يا استاذ محمد خوفتني. يا استاذ محمد في ايه يا استاذ محمد؟ طلع لابني عفريت. يا استاذ محمد طلع له عفريت في الحمام. انا هاخد بعضي وامشي. انا هحول الشهريه بتاعتي واخد بعضي واتكل على الله. يا عم محمود مفيش الكلام ده يا عم محمود. لا 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 يا استاذ محمد انا مرعوب. ده مسمار ده ما حلتيش غيره يا استاذ محمد. والنبي والنبي الشهريه بتاعتي وسيبني امشي. سيبني اتوكل على الله والنبي. الحقني يا محمد الحقني. الحقني يا محمد. البنات بيقولوا في عفريت جوه طلع لهم في الجنينه. في عفريت جوه يا عم محمد. عفريت ايه؟ ايه مفيش الكلام ده. ايه يا ابو محمد؟ عفريت طلع لي من البلكونه يا ام محمد. البنات مرعبين ومش عايزين يدخلوا الفيلا خالص. مفيش الكلام ده. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ البنات مش عايزين حد يدخلوا جوه الجنينه خالص. طب اعمل لك ايه طيب؟ يا ماما والنبي يا ماما عشان خاطري يا ماما. احنا ماما مش هندخل جوه. مش هنقدر يا ماما. مش هنقدر. يا ايه يا عفريت على بني ادم؟ مفيش الكلام ده. طب انا هقول لك على حاجه. طب ما تيجي نبيع الفيلا. ازاي يا ايه هتبيعي فيلا ازاي؟ مش فيلة بناتك دول؟ طب وانا هعمل ايه؟ طب ما البنات رافضين يدخلوا جوه وانا هعمل ايه طيب؟ مش هدخلوا جوه تاني. طب والمستوى يا ايه؟ ممكن ربنا بعت لي يا محمد الاشاره دي عشان فعلا ابيع الفيلا. انت عايزه تبيعي الفيلا؟ اه بيع لي الفيلا عشان خاطر ولادي. انا مش هقدر اسيب ولادي كده. دول خايفين يدخلوا حتى الجنينه. خلاص اللي انت عايزاه. ربنا يخليك يا محمد. ما تخافش يا مسمار. ما تخافش. ما حدش غيرك يا ابني. طب ادخلي طيب هاتي هدوم الولاد. طب تعالوا نجيب هدوم يا ولاد. لا 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 لا. طب ادخلي انت يا ايه. ماشي يا محمد مش هتاخر عليكم. ما تخافوش يا بنات مفيش حاجه. ما عايزك يا استاذ محمد. عاوزك في كلمه والنبي بعد اذنك. عايز يا استاذ محمد. ايه يا عم محمود؟ الفلوس فين؟ عم محمود. يا استاذ محمد. ابيع الفيلا وهديك انت عايزه. لا احنا ما اتفقناش على كده. انا عاوز ال 20,000 جنيه اللي اتفقنا عليهم يا استاذ محمد. طب اقول لك على حاجه حلوه. اتفضل. هتجيبني زبون للفيلا. اه. وهديك ال 20,000 جنيه وهديك السمسره كمان، سمسره الفيلا. بامانه يا استاذ محمد؟ بامانه. ماشي انا معاك. بص يا استاذ محمد انت لو عاوز تعمل اي حاجه ثانيه انا اعملها لك، مش هتديني فلوس. هديك انت عايزه. ماشي اعمل لك اي حاجه انت عاوزها.
زي ايه يعني؟ يعني انت لو عاوز بنت من دي اخدها ارميها لك على حدود السلوم، اروح ارميها لك واجي. لا 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 اي حاجه، ارمي لك البنات دي كلها في كل محافظه شكل لو انت عاوز. البنات دول غلابه يا عم مش محمود. هتديني فلوس هعمل لك اللي انت عاوزه. خليك واقف هنا بقى عشان المدام جايه. ما تقلقش يا استاذ محمد ماشي. ما تخافش يا ابو سمار، ما تخافش يا ابو سمار، ما تخافش يا حبايبي، ما فيش حاجه. حاضر يا ماما. يا حبيبي انا خايف يا بابا.